خلصت حصتين وهلا عندي بريك بدي اروح اغسل السياره، واليوم ان شاء الله تمرين ظهر. خلصت حمام السيارة، أحلى شعور معلم، تطلع من المغسلة كأنه أنت بتحمم، شعور رائع. عندي هدول ريحتهم حلوة، يعني بتطلع أبداً فريش 100 100. الساعة صارت 2:30 تقريباً، لسه في شي 5 ساعات للإفطار، وبعدها ما بعرف والله اتمرن بعد الإفطار مباشرة، يمكن عندي بريك أو بتمرن الساعة 10 بالليل كمان عندي بريك. لنشوف تمرين 5 دقايق إن شاء الله بوصل النادي، النادي قريب. هو سيارتي الثانية، سيارتي الثانية حبيبي. يلا إن شاء الله النادي هنيك قبل، يعني سوري بعد 3 إشارات، بعد 3 إشارات على اليمين. انا رجعت على النادي، لقيت رفيقي ديوغو، بدي اعرفكم عليه. ديوغو ما شاء الله محترف، عنده مشاركات كتير كويسة، بطل ما شاء الله على مستوى. وهلأ عم نحكي قبل شوي طلع عم يعمل كتاب، عم يشتغل على كتاب تدريب، تمام؟ فهذا الكتاب رح ينزل قريبا، ولكن بدنا نتعلم، بدنا نستفيد طرق التمرين اللي رح يحطها بهذا الكتاب. ففي بعض التكنيكات اللي رح تكون موجودة في الكتاب هذا رح نتمرن هون على القناة انا وياه، ان شاء الله تعجبكم. رح اعرفكم على ديوغو. اوكي شباب، هاي ديوغو، بدي اعرفكم عليه. ديوغو ما مان، هاو ار يو؟ everything is good، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. I'm working with Munaf hoping to get some workouts done. ان شاء الله. We've been talking about it. Yeah, we're excited. We want to learn from you. Yes, I'm releasing a new ebook in a couple of days. The principles of basic principles of bodybuilding, and soon be like next week maybe. Nice. Should be out. Nice. That would be great. Great next information. Week. Yeah. About training, diet, rest. Oh, I'm gonna talk about diet as well. Yeah, diet as well. Oh, man, that's and also the mental aspect of bodybuilding. Maybe I can use a little bit of diet. After Ramadan. After Ramadan. Okay, I'm gonna translate a little bit of that. Yeah, sure. Okay, شباب. The yoga inshallah بعد 10 days from now. البوك؟ yeah, okay. yeah, بعد اسبوعين تقريبا الكتاب رح يكون جاهز، رح يحكي فيه عن الدايت، رح يحكي فيه عن التمرين، ورح نتعلم شوي من التمارين اللي رح تكون موجوده، رح نتمرن سوا. I also said that we're gonna be training some of these yeah, methods we're gonna be doing hopefully, it together. What would you suggest? We always say legs for sure. Legs. Yeah. Okay. Legs is good. بده يقتلني. looks like you're gonna wanna kill me. All right, really. All right, man. Okay. That's right. Nice that's gonna see be you. Fun. Right. And good luck with your show. He's competing. رح يعمل show بعد 10 أسابيع. 10 weeks from 10 now, weeks right? now in Portugal Pro. Okay, so good 10 luck weeks with from that. Now. Man, you look insane. Thank you. You wanna show us some of your package? Yeah, when I can show you. Okay, go ahead. Crazy. Looking insane, man. Looking right. insane. Yeah, thank you. We're excited. I'll whenever you're, you. whenever I'll the book is time. ready, yeah. and whenever you feel like you want to do this workout, let's do it. All right, awesome. All right. Awesome. Thank you. طيب مثل ما سمعتوا ترقبوا الفيديوهات الجاية مع ديوغو، راح تكون إن شاء الله شيء كتير حلو. هلأ صار وقت الإفطار، هلأ أدن من دقيقة الإفطار، مثل ما بتشوفوني اللي متابعني على إنستغرام بيعرف، واللي ما متابعني لازم تابعني. هذا هو الإفطار جماعة، 100 جرام بطاطا، 100 رز، 100 دجاج. هو البري ورك اوت تبعي، هلا الكل عم يفطروا. بلال واتساب، just saying hi.
اوف يوم طويل الحمد لله. يلا خلصنا قربنا نخلص. اوف خلصت اخيرا والله تعبت. هلا ريح لي نص ساعه اخذ البري ورك اوت وببدا تمرين. هذا اللي عم باخذه هلا لسه عادي. طيب فينا شوي زينه على البري ورك اوت نسيت رولين. اوكي اصدقائي انا بدي اعتذر منكم. اللي عم يصير انه وقت اللي عم حط فيديو والموسيقى هاي تبع الخلفيه شغاله اليوتيوب عم يوقف الفيديو يعمل له ديمونتايزيشن تمام، فانا مضطر اني احط موسيقى بس علشان غطي هاي الموسيقى اللي موجوده هلا. بعتذر منكم يا جماعه بس هذا امر اضطراري.
مستمرين الحمد لله. وهلا قبل شوي جيت على البيت اخذت بي سي اي اي على الطريق، وهذا البروتين رح اخذه هلا بالبيت. حاول ما اتاخر بوجبه بعد التمرين، ولكن طالما اخذت بي سي اي اي يعني على امور طيبه. وهي بالمناسبه مو دعايه للبروتين، ولا بعرف الشركه ولا دافعين لي ولا شيء، الله وكيلكم، بس اللهم انه هذا اللي عم بستخدمه هلا فورجيتكم اياه. بس هلا عندي البروتين وعندي ورجيتكم المسمكه. هدول نضاف على فكره، ما بعرف ليش هيك مبين على الضوء، بس نضاف كثير. دير بالي علي الحمد لله. المهم هي وجبه، وبعد ساعة إن شاء الله وجبة تانية. بيكون الوجبة التانية عبارة عن 180 جرام صدر دجاج وشو كمان، و 100 جرام رز. هاي الوجبة عبارة عن 4 بيضات كاملين بيض مع صفار مع 100 جرام شوفان. هذيك الوجبة نسيتها صراحة، الدجاج والرز. المهم يا جماعة هدول وجباتي لليوم، هذا هو نهاري مع التمرين مع كل شيء. رمضان بكرة رح يكون آخر يوم إن شاء الله، الله يعيده علينا وعليكم بالخير وبالبركة إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير، وشوفكم بالفيديوهات الجاي. انتم حكيتوا بالكومنت انه الفلوجز عم يعجبوكم، رح اعمل فلوجات تانية ان شاء الله يعجبوكم. خليكم عم تتابعوا، بشوفكم بالفيديوهات الجاي.